خلوني اوريكم الاول الرغيف العجيب عشان تتحمسوا. شايفين الرغيف ده؟ بصوا، عايز اقول لكم لكل حد جرب العيش الخالي من الجلوتين، الجلوتين هو الجلو، هو الماده اللي بتخلي العيش طري وبنقدر نتحكم فيه. دايما العيش الخالي من الجلوتين بيبقى ناشف وبيفرفت. انا جربت وصفات كتير بالذره بكذا حاجه، من اصعب الحاجات انه يبقى عندنا عيش بالطراوه دي.